أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نجاح برنامج الطروحات المصري في الحصول على 1.9 مليار دولار نتيجة التخارج من شركات الدولة حتى 30 من يونيو الماضي. وأشار مدبولي إلى أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن طروحات أخرى بقيمة مليار دولار، لافتا إلى استهداف الدولة ترشيد الدين الداخلي وزيادة الحصيلة الدولارية. بنعلن النهاردة أن احنا حققنا يعني عقود مع القطاع الخاص اللي هتعلنه معالي الوزيرة بإجمالي 1.9 مليار دولار أمريكي. إجمالي اللي هتعلنه معالي الوزيرة إن إحنا كدولة بنتخارج من عدد من الشركات بإجمالي 1.9 مليار دولار، منهم حصيلة دولارية بالفعل هتدخل 1.650 مليار، الباقي اللي هو 250 مليون دولار دي هناخدهم بالجنيه المصري أو خدناهم بالفعل، لأن جزء منهم اللي هو كان الشركة المصرية للاتصالات وبعض الشركات الأخرى اللي معالي وزيرة التخطيط هتتكلم عليهم. ولكن ما تم تنفيذه حاليا واللي بنعلنه أن احنا عملنا بإجمالي 1.9 مليار دولار. في خلال الفترة القليلة جدا القادمة هنعلن عن مجموعة أخرى بتتجاوز المليار دولار، بس هنعلن عنها بمجرد الانتهاء منها في خلال الفترة الجاية إن شاء الله.